الاحكام لا اسامه للسراب ببلادنا اللي يحبوا يفكوها منا ويحبوا يسرقوها منا واللي يحبوا يخرجونا منها ابو قولوا لهم اللي ما يدوم في الواد كان حجره واحنا حجر الواد حبوا تحبسونا حبوا تفكرونا حبوا تجاهلونا احنا رانا شادين ومعليش مسيبين. احنا كنا دعينا منذ يومين الى وقفه واليوم هذه وقفه ثانيه نشاركوا فيها ونعتقدوا اللي الاحتجاجات السلميه في النهار يلزمها تتواصل ويلزمها تتكثف لانها فيها رد صريح وواضح على التعامل الحكومي مع الاحتجاجات والإيقافات الحقيقة اللي همجية وبربرية طالت أكثر من 1000 محتج ومحتجة. نعتبروا اللي الاحتجاجات هذه مشروعة والحقيقة نستغربوا أولا من التعامل الحكومي، نستغربوا اثنين من موقف عبد الكريم الهاروني ممثل حركة النهضة كيفاش يدعو ممثليه لمؤازرة القوات الأمن، ونستغرب من حاكم وقصر قرطاج اللي إلى حد الآن ما قدم حتى موقف مع حتى راي. وبالتالي نحن نعتبر اللي الحلول للأزمة السياسية العميقة والمشاكل تعيشها البلاد ما ينجمش يكون باللي يحكموا اليوم وإنما على أنقاذ هذه المنظومة الكل. أنا أخويا كان بحذايا في الدار خرج من بافريكتور سوغوند بحذا الدار بخمسين مترو ما هوش بعيد على الدار، تشد هو ومهدي يهزوهم وحطوهم في المركز ومبعد هزوهم وحكموا عليهم ووقفوهم على ذمة القضية اللي هي ما فماش قضية أصلا، فما مخالفة اللي هما خرجوا في الحظر الجولان لا خربوا لا كسروا لا عملوا حتى شيء، ما فما حتى شيء. احنا في البلاصة اللي نسكنوا فيها وتوا جالسين نستناو في الجلسة نهار 1 فيفري. من نجم نكون كان سند الوقفة هذه لأني في داخلي نحمل نفس المطالب اللي يحملوا فيها الشباب اللي هي مطالب العيش الكريم من التشغيل من الصحة. تعبنا الحقيقة من التهميش، تعبنا من البطالة، تعبنا من العجز اللي قاعدة تمر به البلاد في جميع معناها على الأصعدة. هذه ماهيش دولة، هذه بلد محروس، الشعب خد داروا بيا ثلاثة منهم كل واحد هاو الراس، قالوا لي نعرفوك يا ابو هالي، واحد منهم قال لي بالإعادة إفادة خويا الغالي ماني نشكيلة فرو فرو.